السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. رحب بكم من جديد في كيفية اليوم، اللي هي دجاج مشوي في الفرن متبل بتتبيلة ولا اروع. البنه البنات خيالية، نتمنى حتى انتم ما تجربوا هذه الوصفة، اكيد راح تعجبكم. راح نعطيكم على السريع طريقة طهي الرز. كما راكم تشوفوا يجي بزاف شباب وبريزونطاب في الحطة. نتمنى تبقاو معايا للاخير باش تشوفوا كامل الخطوات. نتمنى لكم فرجة ممتعة. اول حاجة البنات، راه عندي دي مغسو تاع الدجاج، راهم مغسولين مليح وراني منشفتهم، راه عندي شوية بزيادة لانه عندي ضيوف، وانتوما ديروا الكمية اللي تساعدكم. اول حاجة راحين نوجدوا لا ماريناد او راحين نتبلوهم لافاي، يعني حتى الغدوة، باش نحضروهم او نديروهم في الفرن. نجيب هنا الطرف تاع الدجاج، نحي لهم هكذا هذيك القشرة تاعهم او الجلدة اللي تجي من الفوق، ونتقبهم بالموس اللي يكون حاد، باش هكذاك كي نديرو لهم لا ماريناد راح تدخل لهم الداخل ويجو بزاف بنان. نكمل هاد العملية ونروحو للمرحلة الموالية. بعد ما كملت هاد المرحلة راح نملحهم، يعني بالمغصو بالطرف، نشد كل مغصو ونملحو هكذا من الداخل وعلى برا باش يدخلوا هذيك الملوحيه. كما تعرفوا الدجاج لازم يجي شويه مالح بزياده. من بعد البنات نجيب كميه تاع الفرينه كما راكم تلاحظوا، ونبدا نرمد في الاطراف تاع الدجاج. هنا السر تاع الفرينه هو اللي يخليكم هذيك القشره او الطبقه تاع الدجاج اللي تجي من الفوق تجي مقمشه بزاف. فوالا، بهذه الطريقه نرمدوهم هكذا بالواحد، ننفضوهم من هذيك الفرينة ونحطوهم على جهة. والان راحين نوجدوا لا ماريناد ولا التتبيله. هنا درت ان ريسيبيون يكون شويه عريض لانه راني دايره كميه شويه كبيره تاع الدجاج. حطيت نص كاس تاع الزيت مع ربع كاس تاع الخل، نضيف معهم التوابل اللي هي سكنجبير، حطيت كوري دجاج، نضيف شويه تاع الفلفل الاسود، نضيف هنا شويه تاع الكمون، نزيد هنا فلفل عكري او فلفل احمر، نضيف هنا شويه تاع الكركم، وهنا درت كمشه صغيره تاع الزعتر المحكوك، نزيد هنا ملعقه تاع لاموتارد، نضيف زوج سنات تاع الثوم محكوكين، ونضيف هنا اخر حاجه هي ملعقه صغيره تاع العسل اللي راح يزيد لكم بنه ولا اروع للدجاج تاعكم. نخلط هاد المقادير مع بعض ونبدا نتبل في الدجاج تاعي من برا ومن الداخل. فوالا البنات، نبدا بهذه الطريقه، نحل او نحي هذيك الطبقه تاع الدجاج اللي تكون من فوق، ندخل شويه تاع التتبيله من الداخل، يعني نحكو من الداخل مليح، نعاود نردها ونعاود نحكو من الطبقه يعني من فوق كما راكم تلاحظوا، ونحطوه هكذا على جهه. نخليه كما قلت لكم لازم يبات ليله كامله. اذا كنتم مقلقين ديروه الصباح وطيبوه العشيه على الاقل واحد ربع ساعه ولا، باش يتشرب لكم هذيك لا ماريناد ويجيكم بنين بالبزاف. وبعد ما كملت هذه المرحله نجيب البلاستيك الغذائي الفيلم اليمونتير، نغطيه مليح ونحطه في الثلاجه كيما قلت لكم يبات حتى الغدوه. من داك نعاود نجبد الدجاج تاعي كيما راكم تلاحظوا،
كيما راكم تشاهدوا التتبيله كامل شربها هذاك الدجاج. نجيب غيسيبيون نحط فيه هذوك الاطراف، راح نخدم هنا غير بالعقل. هذاك الغيسيبيون اللي تبلت فيه الدجاج راح نشلو بشويه تاع الماء باش نديرو في الصينيه اللي راح نحمر فيها الدجاج. نجيب شويه تاع الماء يكون دافي، ونشلل هكذا الماعون تاعي بهذه الطريقة. ومن بعد نجيب لو بلا اللي يروح للفوغ يكون هكذا شوية كبير كما كنتم تشوفوا، دهنتو كامل بالزبدة. نفرغ فيه هذيك المرقه او هذاك لو جولي اللي تحصلت عليه بعد ما شللت الماعون تاعي. من بعد نستف الاطراف تاع الدجاج عادي كما راكم تلاحظوا، وباش تعطيني اون بيل كولور من الفوق للدجاج بعد ما نحمرو، هنا ندير شويه او رشات تاع الفلفل العكري او الفلفل الاحمر. بعد ما تحصلت على هذا وكملت كامل المراحل، نغطيه هنا بالبابي كويسون. من بعد نزيد نغطيه مليح بالبابي ألمنيوم. نكون مسخنا الفرن تاعي مسبقا، ندخل الدجاج يطيب في الرف، يعني نحطه في الوسط، ندخله يطيب على نار متوسطة مدة ساعة كاملة منذ أن يبدأ تشمو في هذه الريحة. حسبوا ساعة كاملة، من بعد نحولوا هذاك بابي ألمنيوم، شعلوا عليه فقط من فوق، خلوه يتحمر ويكون واجد الدجاج تاعكم. هنا ندخلو يطيب ونروح نوجد الروز اللي راح نرافق به الدجاج محمر تاعي. هنا ندير كمية تاع الماء فوق النار، ندير معها شوية تاع الزيت، نحط وريقة تاع الرند، وعندي ان كوب تاع جومبو اي مربع جومبو او مكعب جومبو. ندير شوية تاع الملح على حساب الروز اللي راني دايرته، شوية تاع فلفل اسود، القليل من الكركم والسكنجبير. ندير هنا شويه تاع كوري دجاج، تقريبا التوابل اللي درتهم في الدجاج نديرهم هنا في الروز. من بعد نحركهم هكذا ونخلي حتى يغلي الماء. انا خدمت هنا او استعملت هنا 500 غرام تاع الروز، غسلته زوج مرات، تغسلوه بيان باش نحولوا هذيك لاميدون او نحولوا هذيك الماده البيضاء اللي تكون فيه. من بعد ترموه هكذا وتبقاو ساعة على ساعة تحركوه، راح يديكم تقريبا واحد ربع ساعة تاع طياب. من بعد ما تشوفوه طاب تقريبا ونشف لكم، ديروا له هنا ملعقة تاع زبدة، حركوه شوية وغطوا عليه وخلوه يتشرب هذه الكمية تاع المرق اللي بقات فيه. بعد 10 دقائق البنات تفتحوا عليه تلقاو هذاك الروز شرب كامل هذيك المرقه. ترافقوه مباشره بالبولي ماريني المشوي في الفرن اللي جا من اروع ما يكون. شوفوا هذيك لا بيل كولور اللي داها الدجاج تاعنا، وجا روعه في البنه ما نحكي لكمش. لازم تجربوه وتردوا لي بالخبر في لي كومونتير. نشكركم على حسن المتابعه، على تشجيعكم الدائم للقناه. نقولكم نلتقي في وصفات اخرى باذن الله. مع السلامه.